السلام عليكم شيخنا، السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. الله يمسيكم بالخير والنور والرضا والسرور آمين وجميع إخواننا المسلمين. آمين. وإياكم شيخنا نبدأ. توكل على الله، وقد اتفق سلف الأمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفروق بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم، فإن الأنبياء نعم. فإن الأنبياء أقول هذه كلمة الإمام مالك، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الكلام كلام حق تؤيده الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والسلف قد أجمعوا على ذلك، من أنه ما من أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل العلم والفضل والصلاح والإيمان والتقى إلا ويؤخذ من قوله ويترك، حاشاه هو صلى الله عليه وسلم. وهذا من أهم الفروق بين الأنبياء وبين غيرهم. لماذا؟ لأن الأنبياء بعثهم الله جل وعلا إلى الناس، فهم مبلغون عنه، وهم معصومون. وإذا كان كذلك وجب علينا معاشر المؤمنين أن نؤمن بجميع ما يخبرون به صلوات الله وسلامه عليهم. وسيدنا وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم وآخرهم وخاتمهم، يجب الإيمان بجميع ما أخبر به، وتجب طاعته في جميع ما أمر به. ويجب اجتناب جميع ما نهى عنه. ولا يجوز أن نتعبد لربنا تبارك وتعالى إلا بما جاءنا به عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأمم السابقة مع أنبيائهم، يجب عليهم الإيمان بجميع ما أخبرهم به أنبياؤهم، ويجب عليهم جميعا طاعتهم فيما أمرهم به أنبياؤهم وتصديق الأنبياء فيما أخبروهم واجتناب ما نهوهم عنه وزجروهم، ولا يتعبدون لربهم إلا بما جاءتهم به أنبياؤهم. فهؤلاء هم الذين لا يرد عليهم شيء من أقوالهم ولا أفعالهم، لأنهم معصومون. هذا هو السر، لأنهم معصومون في هذا الباب. بخلاف الأولياء فإنه لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به، ولا يجب علينا أن نصدق بجميع ما يخبرون به،
لما؟ لأنهم ليسوا معصومين. ولذلك لعدم وجود العصمة يعرض لهم الخطأ في أقوالهم وأفعالهم واجتهاداتهم، وإن كانوا معذورين في هذا عند الله ومأجورين، مأجورين على الاجتهاد ومأجورين على الخطأ. وإذا كانوا أيضا كذلك فالواجب علينا أن نعرض أقوالهم وأفعالهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنه لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله، وكان مجتهدا معذورا فيما قاله، وله أجر على اجتهاده. ولكنه نعم، لأن الله جل وعلا يقول في أجل النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يجوز لأحد أن يعدل عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. فالآية صريحة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. فإذا أمر الله جل وعلا بشيء وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمره. يجب التسليم والقبول والطاعة في كل ما يأمر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والعاصي ماذا قال الله فيه؟ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا ليس مع الأولياء، بل الأولياء يعرض أمرهم وخبرهم، أمرهم الذي يأمرون به أتباعهم: افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، لأن الأمر إن كان طلبا للفعل فهو الأمر، وإن كان طلبا للكف فهو النهي. الخبر كان طلبا للفعل فهو الأمر، وإن كان طلبا للكف فهو النهي. فيعرض أمرهم وخبرهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق قبل وما خالف رد. أما النبي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالولي لا، إنما يعرض قوله، يعرض أمره على الكتاب والسنة. فإن كان قوله موافقا لكلام الله وكلام الرسول قبل، وإلا فلم يقبل. وهكذا إذا كان خبره موافقا لما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإلا فلا يقبل. وهكذا فعله الذي يفعله يعرض على ما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان عليه أمر الله ورسوله قبل، وإلا لم يقبل. إذا رأيت شخصا في الهواء يطير أو فوق سطح الماء قد يسير فلم يكن ملتزما بالشرع فإنه مستدرج وبدع، كيف تعرف
يعرف عرض أعماله وأقواله على الشرع، فإذا كانت أقواله وأعماله خلاف الشرع وتجد مثل هذه الخوارق فهذا ليس دلالة على أنه ولي، إنما هذا دليل على الاستدراج، نسأل الله العافية والسلامة، واختبار الناس هل ينظرون إلى الأصل وهو عرض أقوال على الكتاب والسنة، أو أنهم يتبعونه من غير أن يعرضوا ذلك منه على الكتاب والسنة. صلحاء الأمة من هؤلاء الأولياء هم معذورون باجتهادهم ولهم أجر الاجتهاد ومعفو عنهم الخطأ. نعم. ولكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع. فإن نعم، لا شك أنه إذا خالف الكتاب والسنة كما تقدم معنا في اللقاءات السابقة بعد استفراغ وسعه وجهده وهو من أهل الاجتهاد من أهل النظر، نعم يكون خطأه مغفورا لأنه قد اتقى الله ما استطاع، أما الجاهل فلا، الذي يتكلم بجهل يأثم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فإذا نسب شيئا إلى شرعه صلى الله، أحد من هؤلاء الأولياء إلى شرعه صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نبحث فننظر، فإن كان ثمة دليل قبل وإلا فلا يقبل، لأن هذا الباب إذا فتح شر عظيم. ولذلك قال أئمة الهدى من استحسن فقد شرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع إنما هو لله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه شارع بأمر الله. ومن هنا استعمل بعض السلف لفظ الشارع وأطلقه على النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد بهذا أنه يشرع بأمر الله جل وعلا. وأما من عداه من أصحاب الاستحسانات هؤلاء تعرض استحساناتهم على كلام الله وكلام رسوله. وأذكر لكم مثالا واحدا عمليا عندكم أنتم إخواننا الأحبة في السودان لعلكم ترونه بكثرة، وهو أن بعض المصلين إذا كبر وضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والسائل وجعلها على جانبه الأيسر على القلب، وترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن بحثنا وعرضنا استحسان بعض هؤلاء الذين استحسنوا هذا الفعل من الصالحين، عرضناه على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم نجد له أصلا، فلا يجوز لنا أن نتابع من استحسن هذا الاستحسان، وندع ما صح عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، كما جاء ذلك في حديث سهل بن سعد أمر رضي الله الساعي رضي الله عنه أمر الناس أن يأخذوا أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة عن أبي حميد داعي أيضا. وجاء أيضا من حديث وائل بن حجر بيان الموضع أنه على الصدر. نحن لا نتعدى هذا، هذا الصحيح، وإن كان جاء غير ذلك لكن فيه ضعف أيضا،
فوق السرة أو تحت السرة. أما النوع الثالث هذا أن يجعل ظهر كفه فبطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى وشيء من الساعد، ثم يجعلها على جانبه الأيسر فتجده مضيقا على من كان بجواره من اليسار، وجاعلا مرفقه في صدره قريبا من صدر أخيه فيضيق عليه. عرضنا هذه الصورة فلم نجدها في السنة، أين هي؟ قالوا هذا استحسان. كيف؟ قالوا توضع على القلب لأن القلب محل الخشوع ليخشع. هذا خلاف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قاله هذا الصالح، ولو اجتهد فيه هذا المجتهد الصالح، ولو زعم أن هذا الرجل الذي اجتهده وليا من أولياء الله، ونحن حينما رأينا هذا عرضنا على الكتاب والسنة فوجدنا ما في السنة على خلافه، فيجب علينا أن نرده، فيكون هذا مردودا وإن كان صاحبه صالحا، وإن كان صاحبه كما يزعم له أنه من أولياء الله وكان مجتهدا في هذا، نرده عليه لأنه ليس من شرط الصالح، ليس من شرط الولي أن يكون معصوما في كل ما يقول ويفعل. نعم. ولكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطأ المغفور. نعم، هذا كلام جميل. لكنه إذا خالف الكتاب والسنة، من هو يا معاشر الأحبة؟ الولي، هذا الولي من أولياء الله. إذا خالف الكتاب والسنة وهو مجتهد وخطأه مغفور وله أجر على اجتهاده، نحن نصرح بأنه مخطئ. ونحن نسمع اليوم من بعض السفهاء، إذا قلت الشيخ فلان أخطأ قال هذا يطعن في العلماء. الله أكبر، الله أكبر. إذا ما يحق لك أن تحتج علينا بقول ابن عباس رضي الله عنهما بعد هذا الكلام الذي تقوله؟ ما يحق لك أن تحتج لنا علينا بكلام ابن عباس رضي الله عنهما مع صغر سنه في حق من تناقش معهم في مسألة التمتع في الحج؟ يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر. فهل ابن عباس كان يطعن في أبي بكر وعمر؟ هذا من العجب. ولكن يا معاشر الأحبة، النكتة في هذا هي الهوى، علينا أن نحذر الهوى، فإن من جرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بين الخلق نطق بالحق. من عظم أمر الله جل وعز وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بين الخلق نطق بالحق. فالشاهد العالم عالم، والصالح صالح، والعابد عابد، والزاهد زاهد. لكن إذا أخطأ نقول إنه مخطئ. إذا خالف الكتاب والسنة فإننا نصرح بأنه أخطأ. لماذا؟ لمنفعة أعظم وأعظم، ألا وهي بيان الخطأ للناس وعدم متابعته عليه. فنكسب بذلك أو فنحصل بذلك أمرين. الأمر الأول الحفاظ على الشريعة من أن ينسب إليها ما ليس منها. بل ثلاثة أمور، عفوا، نحصل من هذا ثلاثة أمور. الأمر الأول الحفاظ على الشريعة فلا ينسب إليها ما ليس منها. والأمر الثاني
الإحسان إلى الخلق، ببيان الحق لهم وحثهم على اتباعه وترك الخطأ. والأمر الثالث الإحسان إلى هذا الولي، إلى هذا الصالح الذي أخطأ، فلا تلحقه تبعت من ضلوا بسببه. لأنه من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجور من تبعه. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، كما هو معلوم في الحديث. فنحن حينما نقول أخطأ الولي الفلاني، الصالح الفلاني، الزاهد الفلاني، العالم الفلاني، المجتهد الفلاني، حينما نقول أخطأ ونبين خطأه، هذا فيه إحسان إليه هو. فالواجب أن يحمد من يفعل ذلك معه، لا أن يغضب منه، والواجب أن يشكر الناس من يبين أخطاء من أخطأ في دين الله، لا أنهم يتنقصونهم ويطعنون فيهم. فإذا خالف الولي من أولياء الله المجتهد المعذور الكتاب والسنة كان مخطئا، خطأه هو مغفور له إذا كان من أهل التقى ومن أهل الاجتهاد كما قلنا قبل قليل، لكن بيان الخطأ لا بد منه. نعم، كان مخطئا وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أي بحسب استطاعتكم. فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى. نعم، المراد بهذا أن هذا الصالح، هذا الولي، عليه أن يتقي الله ما استطاع في اجتهاده. فبعد اتقائه لو أخطأ كان معذورا، لأن الله لا يكلفه أكثر من هذا، لقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا غاية استطاعته. وحق تقاته مثل ما تقدم، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، يعني بحسب الاستطاعة، بحسب الاستطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالعبد يبذل الوسع، وإذا بذل الوسع واستفرغ الطاقة في إرادة الحق والوصول إليه ثم أخطأ، غفر الله له خطأه. نعم، أي بحسب استطاعتكم، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان بما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في غير موضع، كقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس كما تقدم في هذه الآيات جميعا، هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله التي فيها أن الله لا يكلف النفس إلا ما كان في وسعها وفي طاقتها، والإيمان بما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هذا مما في الوسع ومما في الطاقة، فلا يقال إن هذا لا نستطيعه، حينئذ نكون كما قال الله فيه من أهل الكتاب عندما قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حينما نزلت خواتيم سورة البقرة: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل؟ قولوا آمنا بالله ما أنزل إلينا وما إلى آخره. فأنزل الله سبحانه وتعالى أواخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفيها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالشاهد أن ما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هذا مما هو في الوسع، فيجب على الأولياء، أولياء الله وعلى غيرهم من العباد، أن يعتصموا به. ونحن هذه الأمة الواجب علينا أن نعتصم بالقرآن وبالسنة، فإن هذا هو الهداية وهو الصراط المستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى إيش؟ إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم هو الذي عناه الله في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا السبيل مشروع في الآيات والأحاديث، ومنها الآية الأخيرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهؤلاء هم المتقون الذين قاموا بهذه الأمور، فالتقوى
أن تلزم ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نحن نطلبه من ربنا تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الله بين وأمرنا بأن نتبع هذا الصراط، ونحن نسأل الله أن يهدينا في جميع أحوالنا وأمورنا وأقوالنا وأفعالنا إلى صراطه المستقيم. فنسأل الله جل وعز أن يجعلنا وإياكم ممن يعتصم بكتابه سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه إذا كان كذلك وهو كذلك، فعلينا أن ننظر يا معاشر الأحبة إلى من يزعم له الولاية، من يزعم له الولاية وقال عنه هذا من أولياء الله. ننظر في أقواله وأحواله، فإذا وجدناه معتصما بالقرآن ومعتصما بالسنة النبوية فهو من الأولياء. وليس من شرط الأولياء أن لا يخطي، لا، الخطأ كما تقدم الكلام عليه لا نعيده، لكن علينا أن ننظر في حاله وفي مقاله، هل هو متبع للكتاب والسنة قولا وعملا؟ فإذا كان كذلك فهو من الأولياء. أما أن يزعم أنه من الأولياء وهو ما يصلي الصلوات، هذا عجب. وأعجب من ذلك أن يكذب على الله جل وعلا في هذا، فيستدل بقوله جل وعلا لهؤلاء الزنادقة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين عندهم مرتبة إذا وصل إليها سقطت عنه التكاليف. فنحن نسأل هؤلاء الكذابين فنقول لهم: الذي أنزلت عليه هذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هل ثبت عنه أنه كان يترك الصلاة صلى الله عليه وسلم في مرحلة من مراحله؟ أبدا، هو على فراشه عليه الصلاة والسلام وفي ساعة النزع في الاحتضار وهو يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. كان آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، يوصي بها وهو في النزع عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يزعم، أو هؤلاء الذين يزعم لبعضهم أنهم أولياء، تنظر إليهم وإذا بهم لا يصلون. ليش؟ قالوا وصلوا إلى مرتبة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، سقط عنه التكليف، بلغ مرتبة اليقين. طيب، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي نزلت عليه هذه الآية هذا حاله عليه الصلاة والسلام. هل أنت أعلم بالله منه؟ هذا الذي يزعم له الولاية نراه أحيانا عليه الأوساخ والقاذورات ولا يعرف من الطهارة شيئا، هل هذا من الأولياء؟ حاشا وكلا. وخذ من هذه السفاهات التي لو نظرت نظرة سريعة في كتب طبقات الصوفية لوجدت العجب العجاب. تذكر أبو الشعراني في طبقاته عن شيخه أبا وحيش، وعنده من الأولياء الكبار، يقول كان يخطب بهم عريانا، ما شاء الله، هذا ولي. نسأل الله العافية والسلامة. إذن فأولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، ونحن يجب علينا أن نقيس من ادعي له الولاية بالكتاب والسنة، هل هو متبع للقرآن
متبع للسنة؟ فإذا كان كذلك فنعم، وإلا فلا. والكلام مع هؤلاء المتبعين للكتاب والسنة من هؤلاء الأولياء ليس فيهم معصوم كما قال رحمه الله، فكيف بمن يزعم له الولاية وهو في الحقيقة ليس من الأولياء بل هو من شياطين الإنس عافانا الله وإياكم من ذلك؟ هذا مجرد ادعاء، هؤلاء كذابون. نعم. وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل. الله أكبر. إذن فالذين يخالفون هذا هل هم على طريقة أولياء الله عز وجل؟ لا. الذين ذكرت بعضا من أخبارهم قبل قليل، هل هؤلاء في الحقيقة موافقون لأولياء الله عز وجل؟ الجواب لا، لأن أولياء الله تبارك وتعالى قد بينهم الله في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن لم يقم بما سبق في الآيات السابقة في هذا الباب وآخرها ما سمعناه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الإف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأولياء، فمن ليس على طريقهم ليس هو من الأولياء، من خالف هذا ليس هو من الأولياء. وإذا كان ليس من الأولياء فلا يجب اتباعه، بل لا يجوز اتباعه. إذا كان من أهل الأهواء والضلال لا يجوز اتباعه، من ترك الأوامر وارتكب النواهي هذا ليس من الأولياء، كيف يزعم له أنه ولي وهو على ما ذكر؟ لا يعتصم بالكتاب ولا بالسنة ولا يتبع ما جاء به رسول هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، هذا مخالف لما عليه قد اتفق الأولياء، وسيأتي النقل عنهم بعد قليل. بل هذا ليس من أولياء الله، بل هو إما أن يكون وإما أن يكون. تفضل يا أخي. ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل، وهذا كثير في كلام المشايخ كقول الشيخ. نعم، هذه الأفعال ويقول هذه الأقوال مخالفة لما عليه الكتاب والسنة، ما أن يكون كافرا زنديقا وإن أظهر الإسلام، لكن أحواله وأقواله تكذب دعواه. وإما أن يكون مفرطا في الجهل، ليس جاهل فقير بسيط، بل هو جهله كثيف وهو غارق في الجهل. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام عمن خالف الكتاب والسنة، وأنه لا يمكن أن يكون وليا من أولياء الله حتى يتبع، بل هو إما كافر وإما مفرط في الجهل، هذا ليس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا كما يقول
المنحرفون في هذا الباب، كلام الوهابية، لا، هذا كلام من أنتم تعظمونهم، وهم في الحقيقة منكم برا. من تعظمونهم يا معاشر الصوفية وهم في الحقيقة منكم براء، فهذا الكلام كلامهم وهو كثير عنهم، لا كلام شيخ الإسلام بن تيمية ولا كلام الوهابية ولا كلام من تكرهونهم وتطعنون فيهم زورا وبهتانا، إنما هو كلام من تعظمون اتفقوا، ونحن في الحقيقة أولى بهؤلاء الصالحين من هؤلاء المنحرفين. هذا كثير في كلام مشايخ الزهد والورع والتعبد. وساق شيخ الإسلام جملة من كلامهم مبتدئا رحمه الله تعالى بكلام أبي سليمان الداراني. نعم تفضل. وهذا كثير في كلام المشايخ كقول الشيخ أبي سليمان الداراني: إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين، الكتاب والسنة. نعم. وقال أبو المراد بالنكتة هنا ما يقع في نفسه، ما يقع في نفسه من الشيء المؤثر حتى ليراه قد ألقي إليه تحديثا، هذه هي النكتة. ومع هذا الذي يقع في نفسه أنه خير وأنه بر وأنه صلاح وأنه عبادة وأنه مقرب إلى الله ونحو ذلك لا يقبله حتى يقوم عليه شاهدان، ما هما؟ الكتاب والسنة، يعني يعرض ما جاء في نفسه على الكتاب والسنة كما تقدم معنا عن عمر رضي الله عنه. نعم. وقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله رحمة الله عليه: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا، أو قال لا يقتدى به. نعم، هذا الجنيد الذي هو شيخ الطائفة وهؤلاء وأكثر هؤلاء المتصوفة الكذابين يتمسحون به ويلتصقون به وأنهم على طريقته، فانظروا إلى مقالته هذه الصريحة التي يقول علمنا هذا، يعني التعبد والتزهد والتنسك والورع، مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث الذي هو السنة لا يصلح أن يتكلم في علمنا. وأنا أسألكم الآن، هل كثير من هؤلاء المتصوفة الضلال كما قال الجنيد يعلمون الكتاب والسنة ويتمسكون بالكتاب والسنة ويقيدون ذلك للناس في أفعالهم وأقوالهم فيقولون لهم ما قلناه وفعلناه فاعرضوه على الكتاب والسنة، فإذا لم يكن في الكتاب والسنة ما يدل عليه فلا تقبلوا منا؟ لا يقولون هذا. ولذلك يقول الجنيد رحمه الله: من لم يكن كذلك، يعني لم يقرأ القرآن ولم يتقيد بالقرآن، لم يقرأ السنة ولم يكتب الحديث، لم يتقيد به، هذا لا يصلح أن يتكلم في علمنا. في علم من؟ في علم هؤلاء العباد من العبادة والزهد والورع والورع. بل قال لا يقتدى به، قال لا يصلح أن يتكلم في علمنا ولا يصلح أن يقتدى به. فإذا عرضنا أقوال كثير من الصوفية وأفعالهم على ما قاله الجنيد هنا، هل هم موافقون لهذا الكلام؟ نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة،
لأن الله نعم تعالى يقول نعم هذا هو هات لأن الله تعالى لأن الله يقول تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نعم هذا أبو عثمان الحيري النيسابوري مشهور بالنيسابوري ومشهور بالحيري فهذا يقول هذا القول من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة يعني من قال بما يوافق السنة وفعل ما يوافق السنة فهذا الله جل وعلا ينطقه بالحكمة يجعل كلامه كأنه وحي عليه نور الوحي كقول الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا رد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وقوله رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول الإمام به واجب والسؤال عنه بدعة هذا الكلام أجمعت الأمة على قبوله أهل الإيمان تلقوه عن الإمام مالك عليه نور الوحي لأنه مأخوذ من الوحي من كلام الله وكلامه صلى الله عليه وسلم فمن أمر السنة على نفسه قولا وفعلا بأقواله وأفعاله نطق بالحكمة نطق بالحق والصواب والعلم والهدى والعكس من أمر الهوى على نفسه في أقواله وأفعاله لا يزمها بالكتاب ولا بالسنة نطق بالبدعة لماذا؟ لأن الله يقول وهنا في بعض النسخ جاء في كثير من النسخ لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم هكذا في كثير من النسخ وهي المنتشرة من غير تحقيق والحقيقة أن هذه اللفظة لا تصح لأنها لم ترد في النسخ المتقنة لفظة القديم لأن الله تعالى يقول في كثير من النسخ المطبوعة من غير تحقيق بل وفي بعض من يزعم له أنه حقق هذا الكتاب موجود فيه لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم هذه اللفظة كلامه القديم الصحيح أنها ليست ثابتة في النسخ المتقنة وحتى لو ثبت في بعض النسخ فهي غلط لأن القرآن هو المراد هنا بدليل قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا هو القرآن فالقرآن محدث وليس بقديم قال جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ومعنى محدث هنا حادث جديد إنزال فالقرآن محدث أي حديث عهد في النزول تكلم الله جل وعلا به وسمعه منه جبريل عليه السلام ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أما الذي يقال عنه إنه القديم فهو الكلام صفة الكلام مطلقة بالله تعالى فكلام الله قديم كلام الله عموما ليس القرآن كلام الله عموما قديم والمراد بالقديم هنا قديم النوع قديم النوع يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما في الأزل
والله ربي لم يزل متكلما وكلامه حق بلا نكران. فهو قديم النوع الكلام حاجز الآحاد، فالله تعالى أول كما قال عن نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن الآية، والأول فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس قبله شيء، والآخر هو الذي ليس بعده شيء، وصفاته الذاتية أزلية والكلام منها، والكلام منها، فهو من هذه الحيثية قديم، كلام الله من هذه الحيثية قديم، لأن الله هو الأول ليس قبله الذي ليس قبله شيء، وصفة الكلام صفة ذاتية هنا، فهو من هذه الحيثية قديم، وكونه يتجدد ويتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى فهو من هذه الحيثية محدث. وإذا كان كذلك فلا يجوز لنا أن نقول عن القرآن إنه قديم، لأن الله يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني حادث، وهذا معنى قول السلف قديم النوع حادث الآحاد، يعني متجدد يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فلهذا نحن لا نقول بهذا الكلام لأنه كلام أهل البدع الأشاعرة ومن وافقهم هم الذين يقولون هذا، يجعلون القرآن قديم، يعني أن الله تكلم به في الأزل وفرق، وليس هو كلام الله الذي تكلم به حين أرسل عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسمع منه جبريل هذا الكلام ونزل به على لسان رسول نزل به على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فعندهم ليس هو كذلك، فالقرآن عندهم قديم، قالوا بهذه اللفظة فرارا من إثبات أن الله يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، فظلوا في هذا ضلالا مبينا. فإذا وجد عندكم في بعض النسخ بين أيديكم أو بين أيدي من يسمعنا هذه العبارة، لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم، فليعلم أن هذه اللفظة ليست في النسخ الصحيحة المتقنة، ولعل وضعها بعض النسخ المنحرفين. لماذا؟ لأنه يستحيل أن ينقلها شيخ الإسلام ولا يعلق عليها، يستحيل أن ينقلها شيخ الإسلام ولا يعلق عليها، ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشرزم مشيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا، تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد إلى آخره. فالشاهد يريدون أن ينفوا عن الله صفة الكلام بالقرآن وأنه تكلم به سبحانه وتعالى، فليتنبه إلى ذلك. نعم. وقال أبو عمرو بن نجيد: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. نعم، كل وجد لا يشهد به ولا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. وهذا الوجد من
عبارات الصوفيه ومن حالات الصوفيه واصطلاحات الصوفيه، فاسمعوا الى هذا الرجل وهو جد ابي عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات الصوفيه، هذا جد ابو عمرو بن نجيح هو اسماعيل بن نجيح، يقول كل وجد يعني من وجود من وجد الصوفيه لا يشهد له القران ولا يشهد له الحديث فهو باطل. فاين هؤلاء المتصوفة من هؤلاء الذين نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ وبهذا نعلم أن هؤلاء المتصوفة الذين يدعون الانتساب إلى من تقدم ذكرهم من هؤلاء الصالحين ليسوا في الحقيقة هم على طريقتهم، بل هم مخالفون لطريقتهم العملية والقولية التي سمعناها الآن عنهم، وبهذا يعرف ضلال هؤلاء الذين ينتسبون إلى هؤلاء الصالحين وهم من أقوالهم وأفعالهم براء. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك في علمكم وعمركم، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.